وإلى ملفنا الأخير في الإمارات، ففي تحول لافت يكاد يكون غير مسبوق ارتفعت أصوات مواطنين إماراتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الإمارات في ظل معدل تضخم مرتفع لم تشهده البلاد من قبل. وبدت الانتقادات في الأسابيع التي سبقت وصول محمد بن زايد إلى رئاسة البلاد منتصف مايو الماضي، وظهر ذلك للعلن عندما تجمهر مئات المواطنين في إمارة الشارقة تزامناً مع زيارة ابن زايد لها مطلع الشهر الماضي، وحاولوا تسليمه أو تسليم الفريق المرافق له طلبات شكاوى حول أوضاعهم الاجتماعية. هذا وتعرف الإمارات وضعاً اقتصادياً حالياً بسبب ارتفاع معدل التضخم، وتقوم الحكومة الإماراتية بصرف مساعدات دورية للأسر لتساعدها على متطلبات العيش. شكاوى الإماراتيين تتلخص بثلاث قضايا أساسية هي أسعار المحروقات والبطالة وأزمة السكن. فقد رفعت الحكومة أسعار البنزين ليصبح سعر اللتر ضعف سعره في السعودية وعمان وقطر والبحرين، ونحو ثلاثة أضعافه في الكويت. أما البطالة فمعدلاتها تزيد عن 5%، ويحمل نحو نصف العاملين أو العاطلين عن العمل شهادات جامعية. ويشتكي العديد من الإماراتيين من عدم امتلاكهم لمنازل وارتفاع الإيجارات. معي للحديث حول هذا الموضوع الناشط الإماراتي أستاذ حميد النعيمي. أهلا بك أستاذ حميد في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. صعوبات اجتماعية في بلد عربي غني لديه صناديق سيادية بمئات المليارات، كيف يمكن ذلك؟ ألا تعد الإمارات من أثرى دول المنطقة والعالم وبتعداد سكاني بسيط؟ حياك الله أستاذ جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أخي، الإمارات تعتبر طبعا بصورة عامة من أغنى دول المنطقة، فالمعادلة للثراء الشخصي متحققة في دولة الإمارات، وهي الثنائية المعروفة، عدد قليل من السكان ومداخيل عالية جدا جراء البترول والنفط، وهذه المسألتين تجعل من الإمارات هي جنة الأحلام ليس فقط للإماراتيين وإنما حتى الذين يأتون من الخارج. فأن تخرج مثل هذه المسائل الآن على السطح، ودعني أقول لك إياها بمعادلة بسيطة، إذا رأيت أن برامج التواصل الاجتماعي في الإمارات تحدثت عن أمر معين عادة لا تتحدث عنه، فاعلم أنه مجرد اللهم رأس الجبل، لأن الأصل أن كما هو معلوم أن الحرية في الإمارات لها سقف محدود جدا، وقدرة الناس على التعبير عن مشاكلها عادة ما تكون صعبة جدا. فإذا ما وصلت الأمور إلى شيء لا يطاق، بدأ البعض البسيط والقلة القليلة هي التي تتحدث. فإذا كانت بعض التغريدات التي وصلت بحصر معين إلى المئات، فلا بد أن نعلم أن الأمور أسوأ بكثير في الواقع العملي، ولعلها تتعدى الآلاف أو عشرات الآلاف. طيب ما الذي حصل؟ يعني سيقول لك كثيرون مشكلة التضخم ما مشكلة عالمية لم يسلم منها بلد واحد في العالم، البلدان الغنية والفقيرة، ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار بسبب الحرب الأوكرانية، غلاء المعيشة، التضخم، لماذا تكون الإمارات استثناء يعني؟ دعنا نتحدث عن مسألة رئيسة، الإمارات في مسألة المحروقات تتعاطى مع هذه المسألة بطريقة غريبة قليلا، يعني بمعادلة بسيطة، الإمارات ضعف السعودية وبقية دول الخليج وثلاثة أضعاف الكويت، والمحروقات إذا ما رأيناها اقتصاديا هي تجر الكثير من القطاعات الاقتصادية ومقدمة النقل والمواصلات. هذه المسألة تحديدا الإمارات لماذا تصر إصرار كامل على أن لا تتدخل، هنا علامة استفهام. لكن إذا علمت أن التركيبة الداخلية لدولة الإمارات عبارة عن هي ثمان ميزانيات موجودة في دولة الإمارات، هناك سبع ميزانيات تتبع الإمارات المحلية، وهناك ميزانية اتحادية. المصادر المالية الداخلية، الثروات الداخلية كلها تصب في المحليات. البترول حتى يدعم لابد وأن تتصدر إحدى المحليات لهذا الأمر، وهذا الأمر الآن غير متاح، يعني الجميع يتفرج. أبو ظبي كإمارة غنية وهي أغنى من كل الإمارات وبشاسع كبير جدا، لأن معظم البترول في دولة الإمارات هو متكون في إمارة أبو ظبي. نعم. وبالتالي أبو ظبي لا تتدخل الآن، لأن هذا الشأن هو شأن يخص جميع الإمارات. طيب كيف لا تتدخل وهي الآن تزداد ثراء
بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية؟ إذا علمنا أن هناك ثلاث محطات بترول رئيسية في دولة الإمارات، واحدة تتبع الحكومة الاتحادية، وواحدة تتبع أبو ظبي، وواحدة تتبع دبي. طبعاً تتبع أبو ظبي هي أدنوك، ولا تتبع الحكومة الاتحادية الإمارات، ولا تتبع دبي هي إينوك. هذه المحطات الثلاثة التي تبيع المحروقات الآن، أدنوك هي الآن تحقق ربحية إضافية، الآن هي تشتري البنزين العالمي بالسعر العالمي، فلا تريد الإمارات أن تشتري بالسعر العالمي ثم تدعم مرة أخرى ليس فقط لمواطنيها كإمارة أبو ظبي وإنما على المستوى الاتحادي. وهذه معضلة حقيقية في طريقة تركيبة الإمارات في بعض المسائل الحساسة وعلى رأسها المحروقات. لهذا نرى أن الجميع يتفرج الآن ولا أحد يتدخل، التدخلات تكون في مسائل أخرى، لكن في مجال المحروقات لا يوجد تدخل سوى تدخل بسيط حدث اليوم. هناك مساعدات خرجت لأصحاب الدخل المحدود، هناك جزئية خاصة في دعم المحروقات لذوي الدخل المحدود وليس لعموم. طيب لماذا يعني لماذا هذا الخوف من قضية الدعم؟ معروف مسألة الدعم، يعني في دعم لقطاعات معينة، هذا موجود في كل دول العالم، لكن عندما تكون دولة كالإمارات دخل الأساسي من البترول، فيبدو منطقيا أنه أسهل شيء هي أن تدعم هذا المنتج. لماذا لا تدعمه وتخفف وطأة الأسعار وارتفاع أسعار الوقود على المواطنين الإماراتيين؟ لعل التركيبة الاقتصادية التي تحاول أن تنتهج الإمارات هي المنطقة الحرة، يعني هذه الدولة تحاول أن تستقطب الآن الاستثمارات الاقتصادية الخارجية، تحاول قدر المستطاع أن لا تميز المواطنين بمسائل كثيرة، ناهيك عن إذا علمت أن المواطنين في دولة الإمارات هم 10% فقط، فالدعم الذي ستقدم الآن إذا كان لعموم الناس فأنت تقدم ب 90% من غير المواطنين. هذه مسألة. المسألة الثانية، المنهجية الأخيرة في دولة الإمارات التي يعني تحدث عنها حتى الشيخ محمد بن راشد عندما قال الإمارات العالمية المتحدة، هذه كلمة لعل كثير من الناس مرت عليه مرور الكرام، لكن لها ما بعدها. الإمارات تحاول أن تقلل من تمييز مواطنيها بشتى الوسائل، يعني ليس هناك أي تمييزات قادمة للمواطنين بقدر ما هو سحب للامتيازات التي كان يتمتع بها المواطنين في دولة الإمارات. خذ على سبيل المثال مسألة الآن ما يخص الضرائب القادمة، كانت هناك ضريبة في عام 2023 لم يميز المواطنون في هذه المسألة، وستكون الشركات الإماراتية كغيرها من الشركات ستدفع، ليس هناك أي دعم للشركات الإماراتية التي هي أساساً تئن في قطاع خاص. كثير من الشركات العالمية تسيطر على أجزاء منها، والسيطرة الأخرى هي للشركات المملوكة للحكومات أو مملوكة لبعض المتنفذين والشيوخ من الحكومات. الآن هذا التململ الذي شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أي مدى يمكن أن يرتفع ويظهر في الأرض على الشارع؟ لنكون صريحين في هذه المسألة، الإمارات لها قبضة أمنية حديدية، وشعب الإمارات يعرف خطوطها الحمراء جيدا، وكثير من الناشطين الذين ما انتقدوا مسألة عادية الآن هم إما في السجون أو خارج الدولة وما شابه هذه المسألة. الإمارات يعني أقصى ما يستطيع أن يتحدث في الإماراتي هو بصيغة مؤدبة عن بطريقة استفهامية وليست استنكارية لبعض أوضاع البلد بلغة تعاطف وطلب من الحكام، وهذه للعلم، وهذه مسألة لا بد أن نتحدث عنها للأسف. يعني عندما ترى دولة مثل دولة الإمارات تحاول أن تنتهج، أن تجعل الناس يقفون مثل الطوابير مثل ما حدث في منطقة الذيد بالشارقة، أن يأتي الناس بعرائض وبطلبات بالمنظر المهين الذي رأيناه بمئات أو آلاف من الأشخاص الذين يحاولون قدر المستطاع أن يقدموا أوراقهم مكتوبة يدوياً. والسؤال الذي يتبادر للذهن أولاً، لماذا هذه المهانة بدلاً أن تجعل إنسانا كريماً نفسي وكريمة طريقة الطلب نفسها أن تجعله هناك كرامة لهذا الإنسان؟ ثم السؤال الثاني، أين مؤسسات الدولة حتى تجعل أن هناك ملعب كرة قدم أو نادي رياضي أو ما شابه الكلام هو الذي يأخذ هذه الطلبات؟ ولماذا هذا الأسلوب الذي يفترض؟ والسؤال الثالث، لماذا عندنا أساساً هذه الشركة؟ أختم بمسألة فقط أخي الكريم، جمعية بيت الخير في عام 2009 تحدثت أنها تعيل 17,000 أسرة إماراتية في دولة الإمارات، هذا في عام 2009 عندما كانت الأسعار تحت السيطرة، فما بالك الأرقام اليوم. هناك نوع من الانتهاج،
لأن تبقى هناك طبقة فيها من الفقر، وأن تبقى دائما وأن يبقى الإنسان دائما يطلب السؤال بالطريقة التي تحدث. شكرا جزيلا. وهذا ما لا نتمناه ولا نبقى أن يبقى في دولة الإمارات. الناشط الإماراتي حميد النعيمي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم. يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، وكذلك التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا. في أمان الله.